بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، متمنين التوفيق والسداد والنجاح لجميع الأخوة المشاركين. على بركة الله أعلنت انطلاقة أول أشواط اللقايا بميدان الساد في منافسات الديوان الثامن اللي تدور منافساته في صباح هذا اليوم على أرضية ميدان الساد، متمنين التوفيق للجميع. أول أشواط المحليات الأصائل، نسير مع اللي قادت المسيرة وانطلقت إلى المركز الأول. هذه الذيبة متعب بن حمد بن متعب العامري من أعلن انطلاقة الذيبة على المركز الأول منذ البداية، تليها في المركز الثاني، المركز الثاني العابرة لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري من يقدم العابرة على المركز الثاني، نقلة إلى المركز الثالث. ونجد في المركز الثالث مشاهدين الكرام اللي تاتي على المركز الثالث في وصول في هذه اللحظات من الطيارة 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 خالد بن قوير الله الحبابي، تأتي على المركز المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع وزن مسلم بن محمد بن صقوح العامري مركزها المركز الرابع. إذا وصلنا المركز الخامس نجد في المركز الخامس حجمة سهيل بن سعيد بالكيلة العامري من يأتي بحجمة على المركز الثالث. ولا هذه دمعة 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 حمد بن سعيد بن خضارة المحرمي، تليها في المركز السادس. المركز السادس تصل مثيرة ومحمد بن أحمد بن حسين العامري من يقدم مثيرة على المركز السادس. هكذا النداء للست المراكز الأولى بالوفاء والتمام، وخلف الست أسماء لم يحين موعد دخولها، لكن بنعود لكم إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا الذيبة، يا سلام يا الذيبة، ترقص على مدرج رقم واحد بشعار ممثل الساد الدائم، يتمركز في المقدمة متعب بن حمد بن متعب العامري. الله يا أبو حمد، نتمنى لك التوفيق ونتمنى التوفيق لكل الأخوة المشاركين بإذن الله تعالى. وهذه الذيبة 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 مسيطرة على المركز الأول، العابرة العابرة في المركز الثاني، والعابرة خطيرة لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. عبرت العابرة حينما انهينا الاثنين كيلومترات وتبقت لدينا الثلاثة كيلومترات الأخيرة. هاي العابرة تعبر عبور الكرام وتسيطر على المركز الأول لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، تليها في المركز الثاني تراجعت الذيبة متعب بن حمد بن متعب العامري على المركز الثاني. نشوف الثالثة نشوف الثالثة، نتأخر قليلا، الثنتين انفردا انفراد كلي عن كل الأسماء المتواجدة في هذا الشوط. وبنشوف اللي في المركز الثالث يلي قادمة على ثالث المراكز بأول أشواط المحليات. هذه اللي في المركز الثالث مشاهدينا الكرام دمعة حمد بن سعيد بن خضارة المحرمي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع وزن مسلم بن محمد بن صقوح العامري. أما في المركز الخامس، المركز الخامس تتواجد الطيارة خالد بن قوير الله بن علي الحبابي من ياتي بالطيارة على المركز الخامس. وفي المركز السادس مثيرة ومثيرة تعود ملكيتها لمحمد بن أحمد بن حسن العامري. هكذا الندى هكذا المسار لست الأسماء المتقدمة في مسار الشوط الأول للمحليات الأصائل. نعود وياكم إلى المقدمة، نعود وياكم إلى الصدارة، ونتابع اللي متصدر القيادة. العابرة 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 عابرة عبور الكرام بدون أي تعليمات بدون أي تعليمات. اثنين ك
كيلومترات يا مضمرين يا مشاركين. أول الأشواط يسير لصالح العابرة اللي مسيطرة على المركز الأول بدون أي تعليمات لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري على الصدارة على المقدمة بدون أي منافس بدون أي تعليمات. ترقص على مدرج رقم واحد رقصها الممتاز وركزها المعتاد من هذا الشعار شعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري على المقدمة. ما شاء الله العابرة بدون أي أوامر بدون أي منافس على الأطلاق. خلنا مع العابرة بنشوف الأسماء اللي قادمة بالصقو قادم والجماعة قادمين، لكن العابرة تعبر عبور الكرام وتتخطى لوحة 1500 متر النهائية بدون أي تعليمات لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. المركز الثاني وزن مسلم بن محمد بن صقوح العامري تأتي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث الطيارة خالد بن قوير الله الحبابي، وفي المركز الرابع مشاهدين الكرام هناك بن خضارة حمد بن سعيد بن خضارة المحرمي، الخامس محمد بن أحمد بن حسن العامري واسمها مثيرة سلالة مثير في المركز الخامس. هكذا المسار للخمس المراكز الأولى. السادة وصلت حشيمة لسهيل بن سعيد بالكير العامري على المركز السادس. نعود وياكم إلى المقدمة عند الكيلو المتر الأخير. هذه لوحة الكيلو المتر الأخير، أول أشواط المحليات. يا سلام للعابرة لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري على المقدمة على الصدارة، ترقص على مدرج رقم واحد الثاني بن صقوح، وصل شعار أبو علي، وصل شعار محمد بن أحمد بن حسن العامري. مثيرة والخوف من مثيرة والخطورة من مثيرة. يا سلام يا سلام، عبر بن صقوح مسلم بن محمد بن صقوح العامري يعبر عبور الكرام عند المنعطف الأخير عند 800 متر النهائية. 800 متر الأخيرة، تحركات من شعار بن نصرة، تحركات من شعار قوير الله، ولكن خلاص بن صقوح يذهب بالسلامات من الساد إلى المصانع الجنوبية. مسلم بن محمد بن صقوح العامري يقدم وزن وبدون أي تعليمات في هذه اللحظات. انفردت الانفراد التام بأول أشواط المحليات. الرسائل تهانينا والناموس لمسلم بن محمد بن صقوح العامري على فوز وزن بالمركز الأول، وهي تحمل رقم واحد وتأتي برقم واحد وبدون أي أوامر وبدون أي مضايقة وبدون أي منافس على الأطلاق. سلام يا أبو محمد، سلام يا المصانع الجنوبية، سلام. هذه وزن تصل إلى خط النهاية، معلنة الفوز والانتصار. تهانينا لمسلم بن محمد بن صقوح العامري على فوز وزن بالمركز الأول. المركز الثاني مشاهدي الكرام الخالد بن قوير الله الحبابي، الثالثة لمحمد بن أحمد بن حسن العامري، والرابعة لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري، الخامسة لسهيل بن سعيد بالكيلة، السادسة الحمد بن سعيد بخضارة. التوقيت 8:03. تهانينا لمسلم بن محمد بن صقوح العامري.